يا قطن واللي صنوك زمان زرعوك في نن العين، لكن حاليا مزاد الخضار بالجنيه، ومزاد القطن لو انطار ربع جنيه. وده الحال ده وصفه مهندس زراعي في محافظة الفيوم 3 أيام اللي فاتوا، حزنا عمل قصيدة مأدبة حزن على حال القطن اللي التجار بخشوه ونزلوه في الأرض بعد ما سمعنا 5200 و6000 جنيه للإمطار، والفلاح انبسط ورجع قال هشيلك يا قطن تاني على راسي وحطك تحت السرير وفي أوضة النوم وجوز البنت والولد على الإراض وابني الدار. كل القصيد دي بيحاولوا تجار القطن. التجار هم الطبقة الأكثر إفساداً لشأ الفلاح، يسفحون عرقه في شقوق الأرض. ظاهرة التجار والحلقات الوسيطة في كل الحاصلات وفي كل ما ينتجه الإنسان على ظهر الأرض هم المتكسبون دائماً، لكن أيادي المنتجين دائماً مغلولة ومقطوعة، ويأكلون من عرقهم ما لا يشبع أبداً، ويشربون من عرقهم ما لا يغنيهم عن شربة الهم والذل في هذا الزمان. فقرتنا الأولى من هذه الحلقة من قرية إبناس مركز أويسنا محافظة المنوفية، بلد الزراعة، بلد الرجال الأقوياء، مع حارس الزراعة الأول في هذه المحافظة هو السيد المهندس محمد بركات التركاوي، وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بسيادتك وأهلا بالسادة المشاهدين. للأسف أنا جاي بخلفية حزينة جدا من حال المزادات اللي اتعملت عن القطن في الفيوم، وعاوز أسأل حضرتك بما أنك وكيل الوزارة والمسؤول الأول هنا، أنت وزير الزراعة في المنوفية، أنت المسؤول عن كل نقطة عرق بتنزل من جبين الفلاح، عاملين إيه في حلقات تسويق القطن؟ لسه لغاية دلوقتي احنا عاملين الأول 5 حلقات تسويقية موجودة في محافظة المنوفية، من ضمنهم 3 في أويسنا، من ضمنهم حلقة في إبناس دي للقطن الإكسار. أكيد لغاية دلوقتي يوم 15/10 إن شاء الله هيبدأ أول مزاد، وإن شاء الله بمشيئة الرحمن دي طبعا هيبقى موجود في الإدارة الزراعية في أويسنا إن شاء الله. وحالا دلوقتي لغاية حالا دلوقتي مدخلين في عندي 1128 كيس، دول داخلين لغاية النهاردة في المجمعات الموجودة في الحلقات التسويقية اللي هي موجودة في محافظة المنوفية. الأخبار اللي أسعدتني جدا وجات لي من الفيوم على أساس أنها تعادل موضوع الحزن شوية، أن الفلاحين سخنوا ديهم ودوا للتجار 4 كفوف بإلغاء 4 مزادات لأنها ما وصلتش من وجهة نظرهم للسعر اللي يعادل شقاهم وتعبهم واللي يغلي أو على الأقل يصعر من قيمة القطن اللي هو الذهب الأبيض اللي لانكشاير نفسها البريطانية وبريطانيا جت قعدت تحت رجلين زعيمنا الخالد زعيم جمال عبد الناصر على أساس إنها تقول له أرجوك بطل تزرع قطن أو اعمل أي حاجة، وجوم احتلوا مصر والسودان علشان القطن. الغيرة خلت العالم تحتل بلادنا وإحنا ما عدناش عارفين قيمته. هو فعلا احنا لو حصل ان الحلقة التسويقية ما ادتش السعر اللي هو فعلا يحس ان الفلاح مرضي له ويكون حقق مكسب له مكسب كويس بمقارنة بالمحاصيل الاخرى في هنا في الوقت ده، يعني انت لو تلاحظ ان المحاصيل الاخرى بسم الله ما شاء الله اسعارها عالية، لكن حالا لو المزاد ما جابش اللي هو ما يرضيه احنا بنقفله على طول. حضرتك عندك الأكسس أو القوة أنك أنت تقف للجنة تنظيم القطن بالداخل أو للقبضة وتقول لها السعر ده غير عادل وعلى الأقل السعر؟ أنا السنة اللي فاتت حضرت وكان بدأ بسعر متدني جدا، إن خلاص وقفنا بدأوا يطوروا وبدأوا يشتغلوا، وكان أول مزاد السنة اللي فاتت كان 4700 وشوية، فإحنا متابعين الموضوع ده من السنة اللي فاتت، وده اللي حصل في السنة اللي فاتت. مجرد ما الناس قالوا لا مش هنبيع بدأ يخش التداول مرة أخرى والحمد لله زاد، وده كان أول مزاد السنة اللي فاتت في الإدارة الزراعية في أويسنا. المنوفية فيها كم فدان قطن السنة؟ السنة دي مزروع 3482 فدان، ودي كلهم صنف 97، وده صنف عالي الإنتاجية ومتوسطهم اللي أنا شايفه بيكون من 10 ل 11 إمتار. من 10 ل 11 إمتار، الإنتاجية في مصر طلعت بعد ما كانت نزلت ووصلت لـ3 و4، وده كان طبعا بسبب إهمالنا حتى في بذرتنا وفي تقاوينا
الجميله بتاع زمان. يا ترى الاكسار النهارده بيطلع تقاوي؟ سمعت ان المنوفيه بتصدر تقاوي خاصه من ابناس دي فعلا لكم محافظه؟ دي ده كل معظم المساحه المزرعه عندي كلها اكسار. اكسار دي تعاقدات خاصه بانتاج التقاوي. وغير كده الصنف المزرعه ده لو انت بصيت لاي شجره فيه تلقى طالع لوزه من قبط الورقه، وده يعني المتوسط دي بتيجي على المتوسط عاليه جدا. يعني لو بصيت فيه في اللوزه طالعه من قبط الورق بالظبط. يعني ده صنف اساسا عالي الانتاجيه اصلا، وده صنف كويس، وان شاء الله بمشيئه الرحمن اثبت وجوده السنه اللي فاتت في المنوفيه، وعادوا تكراره السنه دي وداخل محافظه المنوفيه كلها اكسار. والحمد لله بسم الله ما شاء الله، انت شايف الحقل قدامك اهوت، والانتاجيه بسم الله ما شاء الله، وشكل اللوزه قدام سيادتك لا ما شاء الله، وسالكه بتطلع بسهوله جدا بسهولة. يعني ما فيهاش قيشه، حتى لو انت تلاحظ الناس وهي بتاخد القيشه ما فيش يعني. اللي هي القشور اللي جايه من الغلاف الخارجي للوزه بعد ما نشفت. طب حضرتك وكيل الوزاره عملتوا ايه لمزارعي القطن السنه دي فيما يخص الاسمده، فيما يخص توريد الاكياس، الدفعات اللي بياخدوها سلفة؟ في سلفة للقطن ولا ما عادش؟ لا حاليا دلوقتي احنا بنوفر الأسمدة ومتوفرة وموجودة والحمد لله ما فيش مشكلة، سواء كان القطن أو المحاصيل الأخرى بالنسبة للأسمدة. بالنسبة للأكياس احنا فعلا جبنا لغاية دلوقتي حدود 15 ل 20 ألف كيس تبع إدارة إنتاج التقاوي في محطة غربلة أويسنا، والحمد لله اتوزعت، وسعر الكيس 60 جنيه، وطب ولكل محافظة لها رمز فلها خط ولها لون، واحنا استلمنا حاجتنا وتوزعت على المزارعين والحمد لله مطابقة المواصفات اللي هي موجودة للأجولة. بما أنه إكسار طبعا الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي أكيد كانوا معاكم هنا إشراف على كل مراحل الإنتاج لحظة بلحظة. فعلا فعلا، وغير كده في احنا وفرنا سواء في المكافحه برضه كان لسه بكمل مكافحه الافات الاولى بصفه عامه، الحمد لله احنا كنا موفرينها وموجوده في الجمعيات، واللي هي الوقائي اللي هو الاول والثاني والثالث خلص، والحمد لله استخدمنا بعض الرشات التعاونيه الصغيره واطلقنا طفيل التريكوجراما برضه كان جايب نتيجه كويسه جدا. التريكوجراما هنا خدت بالك؟ الحمد لله التريكوجراما ده طفيل بيستخدم في المقاومه الحيويه لكل انواع الديدان اللي بنسميها حرشوفيه الاجنحه علشان ما نرشش مبيدات كتير. فالحمد لله انت شايف الحمد لله ما وصلناش للحد الحرج للاصابه نهائي في للتدخل المباشر، ما ظهرش دودة لوز ولا لا هو موجود ولكن بالحالات التي لا تحدث ضرر اقتصادي. نعم. طيب بالنسبه للتسويق يا باشمهندس، عاوزك تكلمنا عن التسويق تاني. الفلاح اللي زرع قطن السنه دي هيزرعه السنه الجايه؟ الحمد لله لو انت احنا لاحظنا برضك ناخد من الخلفيه السنه اللي فاتت، انا كان السنه اللي فاتت مزروع عندي 1646 فدان السنة دي أو 48 فدان، السنة دي زي ما قلت لسيادتك رقم 3482 فدان. داخلين على ثلاث أضعاف. يعني الحمد لله دي زيادة، والسبب كان الزيادة إيه؟ كان الحلقات التسويقية كانت مدية أسعار مجزية، والفلاح كان بياخد فلوسه بسرعة جدا، وده برضك ديت إدت أثر على أساس إن فعلا يعود القطن مرة أخرى إلى موقعه الطبيعي في مصر. والحمد لله الحلقات التسويقيه الموجوده واللي هتتعمل بتبدا من سعر بيكون مساوي للسعر العالمي، وبيبدا الزياده تشتغل على كده. اصله الدوله للامانه عملت اللي عليها. احنا كنا بنشتكي، كان في بعض علمائنا وباحثينا للاسف الشديد في 2014 و13 وحتى 15 كنا نيجي نساله عن القطن المصري، يقول لك اصل القطن المصري سوقه في العالم عد قد علبة الكبريت قياسا بالكرة الأرضية، فكانوا بيروجوا لانتكاسة، يعني بيبرروا لنفسهم الانتكاسة اللي حصلت في موضوع القطن المصري. النهاردة السوق العالمي طالبه، مصر طورت صناعة النسيج سواء عندنا في الروبيكي أو في المحلة أو في كفر الدوار، كل الأماكن دي أصبحت. إحنا دلوقتي في الفترة القادمة توجه الدولة كله إنني أزرع القطن، بحيث انني انا دلوقتي بوديه كخام ماده ليس لها قيمه مضافه واصدره. لا قال لك لا احنا نعمله عندنا، وبدات المغازل الموجوده وكل ست شهور هيتعمل مخزن جديد بحيث ان هو انتج اخد القطن
اعمل له قمه مضافه، اصدره قطن، اصدره فوطه، اصدره تيشيرت، يبقى الحمد لله، بحيث ان هو يدي قيمه مضافه هنا في الانتاجيه، وان احنا اللي يفيد مننا ده يصدر. اللي انا اتمناه وحلمي من زمان اللي بنتكلم عنه، ان احنا ما نسمعش عن تصدير قطن الزهر، ولا ان انا حتى اصدره غزول. اصدره غزول دي مرحله محترمه، انما اللي اتمناه ان مصر ترجع تاني لمنظومه النسيج، وتصدروا نسيج زي ما حضرتك قلت، قماش او مصنعات. انا بشكر حضرتك يا باشمهندس، وانا سعيد بان انا بدات حلقتنا النهارده عن القطن المصري في وجود حضرتك، ويا ريت كمان تتوصف بعض مشاكل المحافظه الا اهمها المصارف. المصارف يا باشمهندس، انا نزلت بكاميرا برنامج الارض على قناه مصر الزراعيه، وفي اوسنا هنا تحديدا في مصارف يندى لها الجبين، وحضرتك عارف ان الدوله ممثله في السيد الرئيس بترفع من كل ملحقات الزراعه، سواء شبكات الري او شبكات الصرف. احنا عملنا بردك وعملنا تقرير وبعتناه لوكيل وزاره الري، بحيث ان هو نشوف الشبكات اللي هي عاوزة تطوير، لأن احنا داخلين على الري المطور، والري المطور ده اللي هو تحويل الري من الري الغمر أو من الري من الغمر للتنقيط أو الرش، فده هيقلل المشكلة ديت، وهيعمل تأهيل للمسائي، وإن شاء الله بمشيئة الرحمن محلولة، وفي الفترة الجاية بس الناس تساعدنا وتبدأ تشتغل في عملية تطوير الري، وده هيقلل من المشكلة دي بقدر. مفيش فلاح مش عاوز يسعد بشقاه. أنا بشكر حضرتك. شكرا. خليكم معانا، الحلقة مستمرة، عندنا فقرات كتير، هنتكلم مع باحثين، هنتكلم مع مهندسين إرشاد في محافظة المنوفية، هنتكلم كمان مع عم بيومي مقاول الأنفار الجميل اللي بيصحى الساعة 5 علشان يجيب عماله يجمعهم القطن. مستمرين، خليكم معانا.